فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يزعم أنه يوجد من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم كشعره وبعض ملابسه في الوقت الحالي وأنه يتبرك بها، هل هذا الأمر مشروع وهل هو صحيح؟ هذا غير صحيح، ولا يبقى شيء من الميت يستمر، قد يبقى وقتا قليلا ثم يفنى، هذا من الوهم والخرافة التي يريدون بها أخذ أموال الناس، يجيبون شعر ويقولون هذا شعر الرسول، عظم يقولون هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في موته وفي قبره لا تأكل الأرض أجساد الأنبياء، فهو كما كان عليه الصلاة والسلام كما كان في قبره، لا تأكل الأرض أجساد الأنبياء ولا شعورهم ولا، أما أنه بقي منه شيء، يروى أن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها شيء من شعره، لكن هذا نقل في وقت قريب من وفاته صلى الله عليه وسلم، أما أنه يستمر. ثم أيضا من يثبت أن هذا شعر الرسول؟ من يثبت أن هذا ثوب الرسول أو هذه بردة الرسول؟ هذا كله من الخرافات. نعم.